كابتن احمد حسام ميدو. كابتن ميدو مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازيك؟ ازاي اخبارك؟ ويعني الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك ومبروك لكم جميعا ومبروك لمصر كلها. وفعلا يعني منتخبنا يستحق التأهل، والشعب المصري يستحق اكيد الفرحة. ده صحيح، لان الفرحه دي انتظرناها سنين طويله. كابتن طبعا ميدو، كابتن ميدو، امبارح انت كنت في الاستوديو التحليلي مع الكباتن حازم امام وايمن يونس، اعتقد انا ده كابتن حسام البدري. حسام البدري، سوري، الكابتن حسام البدري. ايه بقى لما جه الجول التعادل بتاع الكونغو، عملت ايه انت؟ لا طبعا يعني كلنا كنا في، عارف، ديجافو لما شريط حياتك كله عدي قدامك فترات كبيرة جدا أو مرات عديدة كلاعب كمشجع نفشل في اللحظات الأخيرة لكأس العالم. فأنا خلاص، أنا قلت إحنا خلاص، إحنا نحس بقى، إحنا مش هنوصل كأس العالم أبدا. يعني لو مش هنوصل المرة دي مش هنوصل أبدا. ولكن يعني الحقيقة إن أنا كان عندي إيمان إن إحنا نقدر نجيب كل أي وقت، والحمد لله قدرنا. يعني أنا بقول إن هدف السبب الرئيسي للبنالتي اللي جه ده هو دعاء الملايين ودعاء المصريين كلهم لربنا، اللي كانوا كلهم، يعني كلهم، كل الناس كانت بتدعي مع بعض ربنا ان احنا ربنا ينصفنا. الحمد لله يعني ربنا ما اراد ان الناس دي ما تروحش زعلانه، واراد ان اللعيبه اللي دي اللي قتلت لغايه اخر دقيقه ان هي تفرح، واراد ان الناس كلها اللي موجوده في الملايين اللي كانوا موجودين عبر شاشات التلفزيون وبيسمعوا الماتش في الراديو ان هم يفرحوا. ده السبب الرئيسي من البلد ده جاي. يعني بس كابتن ميدو، لما يعني الكونغو جابت التعادل، ما فكرتش ولا لحظة في حسبة بيرما، ماتش غانا، مش عارف لو ده طبعا. لا الكونغو طبعا طبعا فكرت؟ طبعا 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 فكرت طبعا. يعني انا كان عندي ايمان ان احنا نعرف حدث، ولكن فكرت بقى يعني ايه اللي جاي بقى، غانا. وبرضه يعني خلي بالك ان كان في جزء كبير جدا من تفكيري ان انا كنت خايف اخش فينا الجول الثاني، لان يعني لو دخل فيك الجول الثاني علشان يعني كنت خايف الكونغو تستغل حاله او لحظات الياس القليله اللي حصلت، عدم التوازن. يعني في عدم توازن وفي اندفاع في 15 دقائق. كابتن ميدو، انت مع يعني النهارده في اراء كتيره كانت يعني الفرحه ما خلتش الناس برضو ايه تبطل تحليل، فبعض الناس كانت بتقول طب خلاص كده كوبر نهنيه ونكرمه ومع السلامه بقى نروح بمدرب تاني على روسيا، انت ايه رايك؟ انا رايي ان احنا نبقى ظلمه. نبقى ظلمه؟ نبقى ظلمه يعني لو عملنا كده ده ظلم. يعني يعني الراجل وصل بينا لكاس العالم بعد سنين طويله، وراجل اخلص في عمله، وراجل حقق الاهداف اللي كان محطوطه له سواء التاهل لكاس الامم الافريقيه او التاهل لكاس العالم. اعتقد ان احنا لو عملنا كده وان احنا استغنينا عنه وقلنا له شكرا، اعتقد ان ربنا عمره ما يكرمنا ابدا في اي حاجه في اي مشوار تاني. لا يعني صحيح في بعض التعليقات السلبيه او الاراء السلبيه على الاداء، ولكن في كره القدم النتائج هي اهم شيء. طبعا لما يبقى نتائج مشهوده باداء جيد واداء هجومي ده احلى حاجه في الكوره، انما النتائج تغني عن الاداء الجيد. فالراجل النهارده حقق الاهداف اللي مطلوبه منه، اكيد ما فيش اي تفكير بنسبه حتى 5% ان الراجل ده يرحل. بالعكس، ناصر المفروض يتمسك بكده، مدرب مخلص في عمله، مدرب يعني قدر ان هو يعني يصنع علاقات طيبه جدا مع اللعيبه، ودي نقطه مهمه جدا. كل اللعيبه بتحترمه، كل اللعيبه بتقدره، كل اللعيبه حط سيستم كويس جدا لمنتخب مصر. فبالعكس يعني انا شايف ان المفروض في الفتره اللي جايه يتم تجديد عقد كوبر لما بعد كاس العالم كمان. كان نفسك تكون ضمن الفريق ده كابتن ميدو؟ اكيد طبعا. كل اللعيبه اللي لعبت اللي ما حالفهاش الحظ بالوصول لكاس العالم كان نفسها ان تكون موجوده في وسط الفريق ده. يعني ولكن كل لعيب انا بقول ان هو بيحقق انجازات يعني مختلفه، لكن اكيد الشرف الاكبر هو تمثيل مصر او تمثيل بلدك في اعظم بطوله على المستوى الدولي وهي كاس العالم. هتروح تشجع معاهم؟ احنا طبعا عندنا شغل هناك، احنا هنروح يعني قناه اون دايما موجوده مع منتخب مصر، وان شاء الله يعني زي ما عملنا التغطية الحمد لله كان
يعني لاقت اعجاب الجميع امبارح. احنا هنعمل تغطيه كبيره جدا لما قبل كاس العالم والتحضير لكاس العالم والمباريات الوديه، واكيد في المعسكر وفي روسيا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن احمد حسام.